كمين سلمى، ووصلنا لفقرة إنسانية. كتير عم نشوف فرق تطوعية على الأرض عم صحيح تقدم خدمات إنسانية، وخاصة بظروف يلي عم نعيشها اليوم. فريقنا من حلب، فريق شهيق زفير. أول شيء بدنا نصبح على أعضاء الفريق شخص شخص. طبعا هو قدم خدمات بمجالات متعددة، وقدم دعم نفسي طبي أيضا بمجالات مختلفة، بالإضافة إلى جانب التوعوي، وخصوصا بظل جائحة كورونا. اليوم لنحكي أكثر عن هذا الفريق، شو قدم، شو نشاطاته، وشو أهدافه لبكرة. حيكون معنا عبر اتصال الأستاذ منتصر كيالي، وهو مؤسس فريق شهيق زفير. صباح الخير أستاذ. يا صباح الخير، يا صباح الورد. كيف حلب؟ طمنا على حلب وأهلنا بسلم بحلب. عليكم وانتظاركم. حلب بتقول صباح الخير لكل حدا بلش يومه، لكل حدا عم بيعطي للناس، الناس الطيبه، لكل طفل مدد ايده، لكل عامل نظافه، والكل بينتظم، والناس بتفرح تمحي لحظات تعب وضعف. نعم، يسعد صباحك عن جديد استاذ منتصر. صباحك، نحن شفنا بعضنا ولقينا بعضنا بعده مناسبات. يسعد لي صباحك يا رب. اهلا وسهلا فيك استاذ. اهلا وسهلا فيك. خلينا نبلش ونحن عم نشوف مع حضرتك ايضا صور من الفعاليات الاخيره اللي قمتوا فيها مع اطفال متلازمه داون. خلينا نقول اليوم عنكم مشاريع كثير اشتغلتوا فيها، بداتوا بكورونا واليوم وصلنا ما بعد كورونا لكثير من المشاريع المستمره. اخر النشاطات اللي قمتوا فيها مع اطفال متلازمه داون. ما في اجمل من فرحه نسمع على وجه طفل، خاصة أطفال محرومين الرعاية الأسرية أو متلازمة الحب داون. خلينا ننتقل نحن من مرحلة لمرحلة. بلشنا نحن بموضوع الكوفيد، وكنا فاعلين على الأرض، وكنا ميدانيين على الأرض، وكنا جدا جدا عم نشتغل على الموضوع. خلينا نقول نحن ننتقل من مرحلة موضوع الجائحة، نعيش مع الوباء، وهذا الموضوع خلينا نقول إني لازم نحن نكون إيجابيين بهالفترة بالذات. خلينا نعطي بسمة حلوة للطفل، بسمة إيجابية للناس. فمن خلال هالموضوع بالذات اشتغلنا على موضوع متلازمة داون. كان هالحكي صار له تقريبا أكثر من شيء 15 20 يوم بفعالية معينة، كانت تقريبا شيء بحدود 25 طفل متلازمة داون، بالإضافة للناس محرومين الرعاية الأسرية. فعملنا لهم فعالية حلوة كانت بمول، وكانت الفكرة كثير حلوة وظريفة، وتقبلوا الموضوع بشكل كان كثير حلو. يعني كان الموضوع يشمل بعض الأحيان رسم الأطفال، وكان ألعاب ووجبات غذائية، وكنا عم نعمل شيء نحن على هالموضوع بالذات. تمام. اليوم استاذ منتصر، من ضمن النشاطات اللي حضرتكم عم تشتغلوا عليها فكره العياده المجانيه. خلينا نحكي عن هاي العياده، الاختصاصات، الخدمات اللي عم تقدمها للناس، ومين هي الفئه اللي عم تستفاد اكثر منها؟ اكيد هو فعل الخير وحب، هذا ما اعتبره فعل الخير وحب واجب، فحب الله عباده كما قال الله عز وجل يكون معطائين. فهي الموضوع بتصير بمنطقه مكتظه من السكان، بمناطق المضره امثال السكري والى اخره. رح تكون عياده صغيره تشمل العيادات، تشمل اختصاصات طبيه داخليه، هضميه وصدريه وقلبيه، وبعض الاحيان عصبيه، وفي للاطفال. هي الفكره بخصوص ان مثل عياده مجانيه تكون بهالمنطقه بالذات، وتعطي ادويه مجانيه واستشارات مجانيه ومعاينه مجانيه وتحاليل مجانيه. لان انت ما بتعرفي الظروف الاقتصاديه هلا حاليا للكل، يعني مو بس علينا نحن، يعني الكل شوي صعبه هلا. فحبينا نحن نعمل شيء ونكون نحن مدين ايدنا للخير، طبعا بوجود اصحاب ايادي بيضاء لهالموضوع بالذات. تمام. فان شاء الله رح نكون باختصاصات متعدده، ويكون خلال الفترة الجاية رح نكون موجودين نحن إذا الله أراد. إن شاء الله. نعم. نعم أستاذ منتصر، أيضا خلينا اليوم نحكي هيك سريعا، يعني أعمال كتير عم بتقوموا فيها، إن كان مستمرين بالعيادات الطبية، مستمرين بدعم مجال كورونا، وأيضا متلازمة الحب داون. خلينا نقول اليوم ثقافة التطوع، وقديش عم بيكون في إلى صدى بالشارع السوري بشكل عام، وقديه عم بتشوفوا لسه في ناس عم بتحب تتطوع لشهيق زفير، وعملكم والتشبيك اللي عم تقوموا فيه بين الجمعيات مع جمعيات أخرى بالمحافظة. هلا انا بصراحه ما كنت بتوقع بين نسبه الشباب اللي حابين ينضموا للفريق شيء زفير. يعني كنا نحن عباره عن 7 اشخاص، هلا تقريبا في نحن 25 60 شخص هلا حاليا. كلهم حابين يشتغلوا معنا، كلهم عندهم ناس سويه معينه، ثقافيه معينه، وعندهم قدره بدنيه. في عندنا معنا اطباء، معنا مهندسين،
معنا اصحاب عندي تجار معينين الى اخره، حابين يكونوا معنا بالمبادره عشان يقدموا الخير. ما بتعرف في حجم الخير اللي هن عم بحسوا فيه، عم ياخذوا طاقه ايجابيه ونحن بناخذ طاقه ايجابيه بشان الموضوع بالذات. لاني للي اشتغلي اذا ما شبكنا نحن مع بقيه المحافظات بقيه المبادرات والجمعيات ما حننجح، رح نكون نحن قوه ضعيفه. اذا شبكنا ما بقيت الجمعيات وبقيه المبادرات رح نكون قوايه رح جدا جدا، خاصه نحن بنكمل بعضنا بالفتره بالذات. وان شاء الله مستمرين نحن بامور كثيره وكثير شغلات جديده، حتى في عندنا هلا حاليا شغله اذا الله راد رح تكون قريبه جدا، هي عباره عن تسيير رحله مجانيه للاطفال اللي عندهم داون. رح نكون نحن بفتره معينه خلال هالشهر بالذات بتعريفهم على القطار ومدى اهميته، وهو صديق البيئه. بتعرفي الطفل هو عنده شيء اسمه حب للقطار، فنكون نحن اذا الله راد خلال الفتره بالذات رح نكون نعمل الرحله هي. نعم. بفتره قصيره بمدينه حلب رح نكون موجودين اذا الله راد. اكيد اكيد واكيد رح نكون بمتابعه معكم. كل الشكر لك استاذ منتصر كيالي مؤسس مبادره وفريق شهيق زفير، كنت معنا عبر الاتصال الهاتفي من حلب، وتحيه لكل اهلنا ايضا بكل المحافظات السوريه. شكرا لك. يا رب كل خير للجميع، خير لبلدنا يا رب. شكرا لكم. أكيد مشكور أستاذ، ويعطيكم ألف عافية. شكرا لتواجدك معنا عبر اتصال من مدينة حلب.